السلام عليكم. اليوم رانا في موضوع الحاجه اللي ما تعجب في هذا المجتمع الجزائري. المجتمع الجزائري تتغير بزاف بارابور البكري. الاولى كانت كاينه الحشمه والحياه، حاجه اللي ماش تعجبني دانيا الموضوع، وراني نتاسف عليها، وراني نروح البوشاوي نشوف بعيني اطفال 11 سنه يتعاطوا مخدرات، يعني ظاهره تعاطي المخدرات في شبابنا. بكري العربي بالميديا يقول لهم القوا بثوره الى الشعب يلتقطها. دوك الشباب راهم الكفار، والناس لما يسؤون بالجزائر ويحبوا يطيحونا شبابنا ويقول لهم السموم، القوا بالسموم الى الشباب. لهذا لازم نتفطنوا شبابنا، ما يكونش اني في الحومات الدفاع، اني نشوف اصغار 11 سنه 12 سنه ما ملاعي لحقت حتى المتوسطه ما يعرفوش يقول لهم الحلوه. اذا الاولياء ما دير المنبر نقول لكم ردوا بالكم على اولادكم، اني اروح لمركز تعاطي التداوي بالمخدرات في بوشاوي والله غير تشوف العجب. اطفال 12 سنه 14 سنه 15 يتناول كل انواع المخدر، تلقى الشباب انسان شاب يعني بوغوس طاح في افه المخدرات، وحنا واقفين وضع المتفرج. اذا حان الوقت الاولياء تعسوا ولادكم، لان هذه الافه ما يشتعش ان شاء الله ربي كامل نتكاتف، شرطه الامن الاخصائيين النفسانيين اجتماعيين، وانا كجمعيه راني ندير حملات تحسيسيه. اولا الشق الاول كيف نقي شبابنا من الوقوع في هذه الافه، والشق الثاني رانا نديروا الناس اللي طاحت كيفاش نرشدوهم ونعالجوا بصفه سريه. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.